عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي تلاميذ الصف الثالث الابتدائي. النهاردة إن شاء الله هنتناول شرح الدرس التاسع والدرس العاشر من الفصل الثالث الجسم السليم والطعام الصحي ضمن المحور الأول من أكون الحياة الصحية. في هذا الدرس سوف نقوم بجمع البيانات لتحديد فعالية التصميم الذي قمنا برسمه في الدرس السابق، وسوف نتبع المخطط الزمني لحفظ الأطعمة عبر التاريخ، وسوف نقوم بعرض عناصر خطة المقصف في شكل كتابي وشفهي. قبل أن نبدأ درس اليوم هنبحث في صفحة معدل استهلاك للمياه في كتاب التلميذ، ثم نحدد التقدم الذي أحرزناه في النشاط. أحسنتم، في الدرس السابق يا أبنائي قمتم بمفردكم برسم تصميمين مختلفين، ثم قام كل فريق بدمج أفكاره وقام برسم رسمة أو تصميم نهائي، ثم تبادلتم التغذية الراجعة من أجل تحسين رسوماتكم. حان الوقت الآن لمعرفة ما إذا كان الوعاء الخاص بنا سيحافظ على طعامنا باردا أم لا. افتحوا كتاب التلميذ الخاص بكم على صفحة اختبار الأوعية واقرأوا الإرشادات بمفردكم. اختبار الأوعية، اقرأ التعليمات بدقة قبل أن تبدأ في تصميم وعائك. هيا نقوم بقراءة الخطوات. الخطوة الأولى، اجمع المواد اللازمة لتصميم وعائك. وقد ذكرنا في الدرس السابق المواد المستخدمة. استخدم التصميم النهائي لفريقك كي تتمكن من وضع المواد معا لإنشاء وعائك. ضع مكعبا من الثلج في كيس من البلاستيك ثم اقفل الكيس وضعه في وعائك. اترك الوعاء في الشمس لمدة تتراوح بين 40 و 45 دقيقة. سوف نقوم أولا بجمع المواد اللازمة لكي نصمم الوعاء، ثم نستخدم التصميم النهائي كي نتمكن من وضع المواد داخله، ثم نقوم بوضع مكعبات من الثلج داخل كيس ونقفل الكيس ونضعه داخل الوعاء، ثم نترك الوعاء في الشمس لمدة تتراوح بين 40 و 45 دقيقة. يجب على كل مجموعة وضع مكعبات الثلج في الوعاء في نفس الوقت حتى تكون نتائج الاختبار صحيحة. وبعدها نضع الصناديق في مكان مشمس بالخارج، وإذا كان من الصعب وضع الصناديق في الخارج فنضعها في مكان حرارته عالية في الفصل أو المدرسة. ويجب ترك الصناديق لمدة تتراوح بين 30 و 45 دقيقة. أثناء ذلك الوقت سوف نستمع بمشاهدة ما حدث لمكعبات الثلج التي وضعتموها يا أبنائي في المبرد. بينما نحن ننتظر ذلك سنقوم باستكشاف الأساليب التي يمكن بها حفظ الطعام. لقد عرفنا التكنولوجيا على أنها أدوات ابتكرها الإنسان لحل المشكلات. هيا الآن نتعرف كيف حل الإنسان مشكلة تخزين الطعام على مر التاريخ. افتحوا كتابكم على صفحة أساليب حفظ الطعام عبر الزمن. اقرأ النص الذي يتحدث عن المخطط الزمني. انظر إلى كل طريقة من الطرق المختلفة التي استخدمها الإنسان لحفظ الطعام لفترة أطول. المخطط الزمني يا أبنائي هو أداة يمكننا استخدامها لفهم التاريخ، ويشبه خط الأعداد حيث نكتب فيه الأحداث بترتيب حدوثها. يمكننا من خلاله معرفة مقدار الوقت الفاصل بين كل حدث من الأحداث. الخط الزمني هنا بيوضح لنا الطرق اللي استخدمها الإنسان عبر التاريخ لحفظ الطعام. المخطط الزمني يبدأ بترتيب تسلسلي، بمعنى عام 10,000 قبل الميلاد الإنسان استخدم النار للطبخ، عام 7,000 قبل الميلاد استخدم الإنسان التجفيف في الشمس لحفظ الأطعمة، عام 2500 قبل الميلاد استخدم خبز الحبوب المجففة، عام 30 قبل الميلاد استخدم الملح لحفظ الأطعمة، عام 1810 ميلاديا
استخدم البرطمانات الزجاجية أي التعليب لحفظ الطعام. عام 1920 ميلاديا استخدم الإنسان الثلاجات الكهربائية لحفظ الأطعمة. حان الآن دورنا التحقق من مبرداتنا لمعرفة نتائج الاختبارات. افتحوا كتاب التلميذ على صفحة نتائج الاختبار واقرأوا الإرشادات بمفردكم. نتائج الاختبار: لاحظ ما يحدث لمكعب الثلج الموجود في كل وعاء، ثم سجل النتائج وفقا لحجم مكعب الثلج بالترتيب من الأكبر إلى الأصغر. سوف نقوم بتسجيل البيانات أو النتائج من الأكبر للأصغر. ورق الألمنيوم احتفظ بأكبر كمية من الثلج، ثم صندوق البلاستيك، ثم أكياس بلاستيك، ثم الفوطة، وهكذا إلى أصغر شيء وهو مناديل الورقية اللي هي احتفظت بأقل كمية من الثلج. أحسنتم يا أبنائي. ما المادة التي حافظت على برودة مكعب الثلج؟ كيف عرفت ذلك؟ ورق الألمنيوم لأنه احتفظ بالثلج لمدة أطول. ما المادة التي لم تحافظ على برودة مكعب الثلج؟ المناديل الورقية. ما المادة التي يجب علينا استخدامها في وعاء حفظ الطعام في مقصفنا؟ ورق الألمنيوم ووعاء البلاستيك. كده انتهينا يا أبنائي من شرح الدرس العاشر. سوف نقوم بشرح الدرس انتهينا من شرح الدرس التاسع، نقوم الآن بشرح الدرس العاشر. اختبرنا في الدرس السابق المبردات التي تحافظ على الطعام باردا في المقصف في ركن المكان الصحي، وعرفنا التصميمات الأفضل في حفظ الطعام لكي يكون صالحا لأفضل فترة ممكنة. اليوم إن شاء الله سنخطط لإنشاء مقصف مليء بالطعام الصحي من خلال الاستفادة من كل ما تعلمناه. هنبدأ بوضع جميع الأجزاء المطلوبة لتصميم خطة المقصف، وكلمة جزء تقابلها كلمة عنصر، فإذا قلت العناصر المختلفة هي معناها الأجزاء المختلفة. صممنا مكان للطعام الصحي، تعلمنا العناصر الغذائية وكيفية قراءة أغلفة ملصقات علب الطعام لتحديد ما إذا كان الطعام ده مفيد ولا مش مفيد، إذا كان الطعام صحي ولا مش صحي. المفروض يا أبنائي نقوم بعمل قائمة بالمتطلبات اللازمة لإنشاء مقصفنا، زي تصميم مكان صحي، معلومات عن العناصر الغذائية، الوجبات الخفيفة، معلومات عن أهمية الماء، وحفظ الطعام باردا. هنبدأ اليوم في التفكير في عنصر خطة إنشاء المقصف اللي هترغبوا في العمل عليه. قبل أن نبدأ لابد أن أذكركم بأن كل مجموعة ستقوم بوضع خطة تسميم مكتوبة أو مرسومة، وهتعمل عرض تقديمي قصير بيوضح كيف يعمل العنصر اللي هنستخدمه في التمتع بحياة صحية. في البداية افتحوا صفحة أقيم نفسي، اقرأ كل عبارة، وفي كل صف لون نجوم المربع الذي يصف مجهودك. المحتوى الدراسي: هلون نجمة واحدة إذا استطعت تحديد الخيارات التي تؤدي إلى الحياة الصحية بمساعدة من المعلم والزملاء. هلون نجمتان إذا استطعنا تحديد الخيارات التي تؤدي إلى الحياة الصحية. نقوم بتلوين ثلاث نجوم إذا استطعنا تحديد مجموعة متنوعة من الخيارات التي تؤدي إلى الحياة الصحية. جودة الأداء: إذا استطعت ابتكار عرض تقديمي غني بالمعلومات عن خطة التصميم بمساعدة المعلم والزملاء سوف ألون النجمة الواحدة. إذا قمت بابتكار عرض تقديمي غني بالمعلومات عن خطة التصميم بدون مساعدة حد من المعلمين أو الطلاب سوف أقوم بتلوين نجمتين. إذا استطعت إضافة تفاصيل ابتكار عرض تقديمي غني بالمعلومات عن خطة التصميم سوف أقوم بتلوين ثلاث نجوم. المهارات الحياتية: إذا استطعت أن أتبادل أفكاري أثناء العمل مع زملاء مجموعتي بمساعدة المعلم والزملاء سألون نجمة واحدة. إذا استطعت أن أتبادل أفكاري أثناء العمل مع زملاء مجموعتي سألون نجمتان.
إذا استطعت أن أتبادل الأفكار أثناء العمل مع زملائي وأؤدي دور القائد لمجموعتي، سوف أقوم بتلوين ثلاث نجوم. الآن بعد أن تعرفتم على أهدافكم، هيا نبدأ بفتح كتاب التلميذ على صفحة خطة إنشاء مقصف المدرسة. ابتكر خطة التصميم والعرض التقديمي للمجموعة في الفراغات التالية. هناك ثلاثة أشياء يجب على مجموعتكم القيام بها. أولا، لابد أن نشرح عنصركم في المقصف في المربع الموضع، سوف نقوم بشرح العنصر المطلوب وجوده في المقصف. ثانيا، سوف ترسموا خطة التصميم أو تكتبوها في المربع التالي، ثم بعد ذلك ستقومون بالتخطيط لعرض تقديمي. إذن هناك ثلاث أجزاء مختلفة. نقوم بتحديد العنصر، ثم كتابة خطة التصميم، ثم تجهيز العرض التقديمي. وهناك ثلاث أجزاء مختلفة للعرض التقديمي. يجب توضيح كيف أن العنصر الخاص بكم يساعد في تحسين الحياة الصحية، ويجب أن تشرحوا خطة التصميم، وكمان يجب أن تناقشوا كيفية عمل العنصر مع المجموعات الأخرى. العنصر المطلوب الطعام، أوعية حفظ الطعام بارد، قطع من الثلج. خطة التصميم، قد يقول التلاميذ أن نقوم بإحضار علبة بلاستيك ويتم تغليفها بورق ألمنيوم، وإحضار كيس بلاستيك به قطع من الثلج، وضعه في الوعاء، ثم نضع الطعام في المنتصف للحفاظ عليه باردا. الثالث، العرض التقديمي. تأكد من التحدث عن الطريقة التي يمكن أن يحسن بها هذا العنصر الحياة الصحية، وشرح خطة التصميم. إذا لابد أن يشمل العرض التقديمي الطريقة اللي يمكن بها أن يحسن هذا العنصر الحياة الصحية، وكمان لابد أن نشرح خطة التصميم. إذا العرض التقديمي لابد أن يوضح كيف العنصر يساعد في تحسين الحياة الصحية، وكمان نشرح خطة التصميم أثناء العرض، وكمان لابد أن نناقش كيفية عمل العنصر مع المجموعات الأخرى. وبكده يا أبنائي يكون انتهينا من شرح دروس الفصل الثالث. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.